سؤال من ابننا عبد المسيح بيقول: أنا محتاج أسمع صوت ربنا في الحياة اليومية في الإنجيل، أعمل إيه؟ بس حبيبي كل يوم تقرأ إصحاح أو اتنين أو أكتر، اقرأ مرتين وحاول تطلع آية تخصك تحسها محتاجها. يعني الآية دي ممكن تشجعك، الآية دي ممكن تحذرك، الآية دي ممكن تطمنك، الآية دي ممكن تشاورلك على غلطة أنت بتعملها مش واخد بالك منها. فلما تفتش الكتب زي ما قال المسيح كده وتاكل الانجيل اكل، بتقول ياه الاكله دي حلوه. حلوه دي يعني انت اخترت حاجه على مزاجك. فربنا يحبنا كده، نعمل كده، ننقي الايات اللي ايه نحسها محتاجينها. وخلي عندك ايه، قلب الايات، يعني شويه تشجيع وشويه انذار وشويه تخويف وشويه رجاء وشويه فهم لله نفسه ووصايا ساعات تكون ناسينها. فانت ادرس الانجيل زي اللي بيحرث الارض كده، واشتغل على الانجيل كده وركز فيها، هتلاقيه بيغير كل حاجه في حياتك، وساعتها تسمع صوت ربنا كويس كمان. استاذه الفه تتفضلي. مساء الخير يا استاذ. اهلا وسهلا. ازاي قدسك؟ اهلا.